لنعمل بتنجان مشوي بصلصة اللبن ودبس الرمان، احنا بحاجة لأربع حبات بتنجان متوسط الحجم، بدنا كمان زيت زيتون، ملح وفلفل، خضار ورقية، كوب من لبن الزبادي، معلقة دبس الرمان، نص ليمونة عصير، وكمان بدنا معلقتين كبار عصير ليمون، حبة ثوم، بدنا نص كوب ورق نعنع، كوب رمان، وكوب لوز محمص. بالضبط. هلا هي الخضار الورقية حطيناها كلها مع بعض. بالنسبة للبتنجان بدي افرجيكم شو بدي اعمل فيه. اوكي، هلا احنا بس بدنا نقطع روان لدوائر، خليني اعمل هيك عشان يبين. بدنا نعمله دوائر متوسطة، يعني ما تكون كتير سميكة ولا كتير رفيعة. كل اللي رح نعمله رح نحط شوية زيت زيتون عليه على الشقتين. اوكي، ورح نحط شوية ملح، ما تتبلوه بأي شيء تاني لأنه كل النكهة رح ياخذها سوري من الصلصة رح نعملها. مزبوط. وبرضه رح ندهن شوية زيت في الشواية نفسها روان. اها، اوكي، رح نعمل شوي زيت وبنحط الباذنجان. رح ابدا ارتب فيهم واعمل الدريسنج. الدريسنج عبارة عن لبن مع دبس الرمان، عشان هيك كثير طيب. لبن مع دبس الرمان. فهلا رح نرتب الباذنجان اللي عندنا بهاي الطريقة. مشوي شوي زي ما انتم شايفين، خفيف. يا روان بس ما ننسى بعدين على الشواية تذكريني فيهم. اوكي. وانا شويتهم على فكره من امبارح، حاططهم بتبر وير في ورق زبده لانها سلطه، يعني انا مش مضطره يكون سخن. سخنين او دافيين. فكمان هيك كمان بسهل لست البيت اللي حابه تعملها من قبل بيوم. 100%. هلا اللبن بدي احط عليه كميه دبس الرمان اللي عندي. اوكي. تقريبا معلقه كبيره. زيت الزيتون. هاي الصلصة. اوكي، اها، عصير الليمون واكيد رشة ملح. كمان شوي. واخر شيء بدنا نحطه هو حبة ثوم مفرومة او مدقوقة يعني او مهروسة. فرح نحط الثوم.